حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابيه ان عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط فقال المغيره انا سمعته قضى فيه بغره عبد او امه قال ائت من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمه انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا